ما زلنا نتابع المزيد، والآن حول انتظام الحركة داخل محطات الوقود من محافظة شمال سيناء ينضم إلينا كريم كمال مراسل إكسترا نيوز. كريم، نعم إنجي، بعد التحية، يعني بالفعل منذ ساعات الصباح الأولى وعقب إصدار قرار وزارة البترول والثروة المعدنية لتثبيت سعر المازوت المستخدم في الصناعات الغذائية وتحريك سعر البترول ومشتقاته، رصدنا في أكثر من منطقة وأكثر من موقف اجتماعات من كل من اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء مع الجهات التنفيذية بداخل المحافظة المتمثلة في رؤساء مجلس المدينة ورؤساء مدن ومراكز محافظة شمال سيناء كمدينة بئر العبد والشيخ زويد ونخل ومدينة العريش. وأكد المحافظ على أن يجب أن يكون هناك تنفيذ التسعيرة التي تم وضعها من قبل المحافظة على كافة المواقف بداخل محافظة شمال سيناء ومراكز ومدن المحافظة، وإلزام السائقين بتنفيذ هذه التسعيرة. هذا بالإضافة إلى أنه كان هناك جولة من قبل وكيل وزارة التموين ومدير إدارة المرور على محطات التزويد بالوقود لتأكد من وجود تثبيت السعر الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية. هذا بالإضافة إلى الاطمئنان على دخول وخروج السيارات من محطات الوقود دون وجود أي مشاكل. نتحدث أيضا عن أن هناك تم وضع ملصقات من قبل محافظة شمال سيناء على مواقف المختلفة، سواء موقف سيارات الإقليم الذي يربط محافظة شمال سيناء بالمحافظات المختلفة، أو الموقف الداخلي السيارات الأجرة الداخلية. زيادة الأسعار وصلت هنا في محافظة شمال سيناء التعريف 10% لسيارات التاكسي و15% أكبر زيادة لسيارات الأجرة أو السيارات التي تربط المحافظات الجنوبية. هذا هو إجمالي الوضع ورصد الوضع من محافظة شمال سيناء. شكرا جزيلا كريم كمال مراسل إكسترا نيوز، حدثنا من محافظة شمال سيناء.